بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. من فضلك بلاش الشتلة بتاعتك تبقى طويلة، كفاية قوي ال 15 سنتي ده هما، كفاية قوي إن السمك بتاعك يكون كويس والمجموع الجذري يكون كويس. ما يلزمنيش اللون بتاع الشتلة قد ما يخصني إن الجدر بتاعها يكون أبيض وكويس، السمك بتاعها إلى حد ما كويس، عليها مجموع خضري إلى حد ما كويس. لما بشدها كده بتطلع بكامل المجموع الجذري بتاعها واللون بتاعه بيبقى أبيض، ولو شميت ريحته ما تلاقيش فيه أي ريحة أعفان أو ريحة عطنة أو أي حاجة. تمام، الشتلة الكبيرة لو نزلت الأرض عندنا في البيوت المحمية ممكن تسرول. الشتلة الكبيرة لما بنزرعها زي الرجالة ما بتزرع كده ممكن تنام على الأرض، وبتاخد وقت كبير على ما بتبدأ تستعيد النشاط بتاعها وبتبدأ تشتغل تاني، لأن الجدر بتاعها بيكون وصل لمرحلة إن هو ابتدى يملى الحيز ده هو اللي هو في الصينية ده هو، وبالتالي بياخد وقت على ما يستعاد النشاط بتاعه. الشتلة بتاعتك لو كبيرة ياريت تجيب شوية كلباك وتغطسها فيهم، هتلاقي نتيجة ممتازة جدا. أما لو هي صغيرة زي كده الأمر هيبقى معاك ممتاز، ومجرد على اليوم الثالث أو الرابع هتلاقي فيه ابتدت في تجديد من القمة النامية بتاعتها. وصيتي الأولى والأخيرة ليك في اللحظة كده، بلاش الشتلة الكبيرة. الشتلة قلت المواصفات بتاعتها، الجذر يكون كويس، مش ما فيهاش مجموع جذر كويس زي دهوت، مجموع جذر محترم اهوت، السمك لحد ما مناسب، المجموع الخضري مناسب، خالية من الأمراض إن كانت الفيروسية أو الحشرية أو التوتا أبسلوتا أو الأعفان الجذور، وبكده يكون عندك شتلة كويسة. مجرد ما تحطها هتلاقي الأمور عندك ممتازة جدا جدا جدا. يعني بتمنى لكل الإخوة اللي هم المهتمين بزراعة الطماطم، نتمنى لكم محصول كويس وإلى الأمام، وموفقين دائما إن شاء الله تعالى. شكرا لحضراتكم.